النهارده طبعا يوم استثنائي لكل محبي ومتابعي الكوره الاوروبيه، قمه الكوره العالميه اللي هتجمع ما بين ليفربول وريال مدريد، والنهائي هيتلعب على ملعب دي فرانس في العاصمه باريس، واللي هتحدد مين هو بطل دوري ابطال اوروبا. النهاردة يوم حسم اللقب الأشهر في تاريخ لعبة كرة القدم، دوري أبطال أوروبا، ليفربول وريال مدريد. المكان ملعب دي فرانس، البلد فرنسا والعاصمة باريس. ليلة قوية حماسية بامتياز، يا ترى مين اللي هيحسمها؟ أبناء يورجن كلوب ولا أبناء كارلو أنشيلوتي؟ ليفربول وريال مدريد فرقتين من أكبر الأندية الأوروبية وأكثرهم حظاً لألقاب بطولات القارة الأوروبية، ورغم أن كل التوقعات رايحة لصالح فوز ريال، إلا أن بعض محللي الكرة في العالم قالوا لا تستهينوا بتصرفات كلوب وأبنائه في المباريات النهائية. كلوب وأنشيلوتي اتقابلوا في 6 مباريات قبل كده في دوري الأبطال. كارلو فاز في 3 ماتشات وخسر ماتشين وتعادلوا في مناسبة واحدة بس. الصراع بين الاثنين في ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2013-2014. وقتها أنشيلوتي كان بيدرب ريال مدريد وكلوب بيقود بروسيا دورتموند. وقتها فاز ريال مدريد على بروسيا وراح لنص نهائي البطولة. استمرت المنافسة بين المدربين وتجدد اللقاء بينهم في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-2019. لكن وقتها بقى أنشيلوتي كان بيقود فريق نابولي الإيطالي ويورجن كلوب كان بيدرب ليفربول. وقتها نابولي فاز بهدف وحيد في ماتش الذهاب وليفربول انتصر في لقاء العودة، وسجل وقتها في المباراة الدولي المصري محمد صلاح. في موسم 2019-2020 الاثنين مدربين اتقابلوا في دور مجموعات دوري الأبطال، وجدد أنشيلوتي انتصاراته على كلوب وفاز فريق نابولي بنتيجة 1-0 قبل ما الفرقتين يتعادلوا بنتيجة 1-1 على ملعب أنفيلد. ريال مدريد هيدخل المباراة وهو مرشح للفوز لأنه مخسرش أي نهائي في دوري أبطال أوروبا بالنظام الحديث من سنة 1992، وبعد ما انتصر في نسخ 98 و2000 و2002 و2014 و2016 و2017 و2018. نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين الليفر والريال هو الثالث بينهم بعد نسخة 1981 و2018. في نسخة 1981 خسر الفريق الملكي البطولة، والمفارقة الغريبة بقى إن الخسارة دي كانت في نفس البلد في فرنسا، لكن الماتش كان على ملعب حديقة الأمراء المجاور لملعب دو فرانس اللي هيستقبل مباراتهم النهاردة. طبعاً مفيش شك إن احنا هنشوف مباراة تقيلة، يعني ماتش طبعاً هيبقى صعب جداً والتوقعات فيه كمان هتكون صعبة للغاية. انت بتتكلم في ليفربول وبتتكلم في ريال مدريد، المنافسة هتكون قوية، في توقعات بأن ريال مدريد هو اللي هيفوز، وطبعا يؤهله في ده أو يساعده في ده أنه هو فاز بالدوري الإسباني، والناس بيقولوا أنه يمكن حظوظ ليفربول مش هتكون أحسن حاجة لأنه خسر الدوري الإنجليزي، لكن المباراة خارج التوقعات تماما. كارلو أنشيلوتي دايما بيفاجئ، وفي نفس الوقت كمان عندنا ليفربول أعتقد أنه هو مختلف الفترة اللي فاتت، احنا شايفين ألقاب كتيرة جداً يورجن كلوب قدر ان هو يحققها مع الفريق. صحيح، وتصريحات صلاح وتصريحات اللعيبة كلها حماس للمباراة. ده أكيد، وموضوع صلاح ده تحديداً، صلاح مستني المباراة دي، يعني هو حاسس ان هو مستني المباراة دي عشان يطلع كل اللي عنده في الملعب. واحنا فاكرين طبعاً 2018 كان برضو النهائي ليفربول وريال مدريد، وكانت النتيجة 3-1 لصالح ريال مدريد، لكن محمد صلاح بالتحديد يعني أعتقد انه متحمس للماتش المرة دي بشكل مختلف، ويعني على غير عادته وعنده تصريحات كتير عن الموضوع ده. فان شاء الله النهارده يعني نشوف يعني كوره طبعا قويه جدا جدا جدا، كوره عالميه. اعتقد ان كل اللي بيتفرج على الماتش ايا كان هو بيشجع مين هيكون مستمتع بالمباراه النهارده. المباراه هتكون الساعه 9، واحنا النهارده كمان في الحلقه هيكون معنا تحليل ل يعني اجواء المباراه، وكمان لانه في غيابات ففي اختلاف في التشكيل هنتكلم اكتر عنها بالتفصيل في الفقره الرياضيه.